تأكدي ضل شي ما عملناه؟ أنا بظن إنه لا، ما نسينا شي. ممتاز، ذكرتني الغرفة بليلة عرس نديشة. إيشي لك منا؟ المهم هالشي ذكرهم بليلة عرسهم هن. ليش نحن ما نتذكر كمان؟ لك شو أنت جنيت شو؟ لك خلص إجو. خبي، لا ما رح نزلك، هي وصلنا على غرفتنا. أبي خلص نزلني، هلأ بتتعب بعدين. عادي خلص مشي الحال، رح نزلك هون. استني لك خليني جيبك يارا لهون. لشو تجيبيها لهون؟ رح تبقى لحالها. الحقني لهون يا ابو راب، شو الفايده من التخبايه اذا القصه هيك؟ هدول شكلهم بلشوا خناق. لشو كنتوا هنيك؟ معقول هالشي؟ وليش مزعوجه انت؟ هي فورا طلعنا من مخبأنا. اي وبعدين معقول تحكي هيك؟ وليش لحتى تجيك يارا لهون؟ شو هالجنان هاد؟ ليش كلياتكم صايرين مثل الاولاد؟ ابو راب هو انت؟ انا؟ ليش شو الموضوع؟ ابو راب انت الا قول. طلعوا من هون، اصلا عيب حدا يتنصت بهالطريقة على أي حدا. أنا رأيي من رأيك، يلا طلعوا. لا، وينك يارا؟ يارا مع سني. إيه كيارا وسني رح يناموا هاي الليلة عنا بالغرفة، وهيك أحسن له. تصبحوا على خير. اليوم كيارا بتضل معنا هنيك، هيك رح تتسلى مع ابني سني كتير ورح تنبسط هنيك. أنتي اطمني ولا تقلقي، واليوم ليلة عرسك. يلا بنشوفكن بكرة ماشي؟ معناها يلا لازم أنتوا اتنين تطلعوا من الغرفة فورا. شو خلص هي. انا بعدين بحكي معك بوراب، ما بدي انزع يوم عرسي وانا عم احكي معك بشي هلا، لانه انا وبراغيا بدنا نحكي. لهيك يلا روح، يلا مو مشكله، بس خليني اخبرك شغله. قال بده يخبرني شغله. خلي ما بدك تروحي. امشي. انت اليوم طالعة كتير حلوة، وانت كمان طالع حلو رومانسي. لولا جمالك الرائع ما كانت رح تطلع هي الرومانسية. هي ما أنا بإيدي، بس تصرفت صح كيارا، ما لازم تنام عنا. صح. بتعرفي شو، حتى أفكارنا بيتشابهوا. لو كيارا نامت عنا كانت كل الليل ضلت عم تحكي ورح تسهرنا. هلأ ممكن أنه نرتاح. لك انت مجنونة شي؟ ما بيكفي العرس انتزع، ناوية تنزعي لي هاللحظات الحلوة؟ كيف ننام؟ كتير حابب نرجع ذكرياتنا الحلوة وانتي بدك تنامي؟ معقول يعني تقدري انك تتجاهلي أكتر شخص رومانسي بيوم مميز؟ شو قلت أكتر شخص رومانسي؟ مين هاد؟ مين هاد؟ أنا الرومانسي. مين قال؟ أنا قلت. يعني مو غيرك. شو بتقصدي بالضبط؟ طلعي بعيوني ورح تشوفي مزيج كتير حلو من الحب والشوق والرومانسية. لك أنا صار لي زمان عم استنى إنه نتصالح ونرجع لبعض لدرجة إني ما عم صدق عيوني. كتير حلو لما ببلشوا يحمروا خدودك من الخجل. إيه بس أنا مو خجلانة منك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.